أنا موجود حتى واحد حاليا في هيا هيك مدينة بحدث ميزان سفاري تفري اللي بقول بتقع لي لا 520 كيلومتري كيلومتر كون جنوب فريد غرب لقيتها العاصمة بيلا أديس أبابا، باتجاهي لوادي أم، هي ضوء بعرف حقابل وراح أعيش مع القبائل اللي ما برطمها زالت يا هارو معزولة هريرة لحد هديك اليوم. برطمها يا هريرة وحكونا القبائل سوتشي يرسل قبائل كاسو لغو مقعابو قبائل كسور مقعابو هذا جوارد أيام حسني ما حنقطع لعب دونا دو هذا ويه وضد ايا قعن لحظه اون اسكغن ساعين خبط سيارتين معانا طلعوا رجعوا على المدينه لبا ايا دي بيقول لابن دونتا تسوى نكمل غدا هون انا كنا راح نتيج دونا وادي هون وحيتحول نحط لعب دونا انا بمزح مع الشباب ربطها انه ما سهل لنا باور تايك يمكن تضح لما الاد بيبر فقلت له بلش السحر يقرب علينا واحنا بالطريق بس صار ترتد مركبه حلوه بس هي لقصي كاشانتو لو سي دي احنا في قريه توم ما قدرنا نوصل مع الاسف لوادي اومو بسبب العطل اللي صار بالسيارات استنيناهم ما اجوا اضطرينا نكمل احنا حنبيت هون الليله حنبني الخيام ونبيت هون بكره الصبح حنكمل على الوادي ماشي حنحط انا تشوف نواب ورق تشوف صراحه وحنلاقوا السيارة دول كيمان هلكاس يكونوا لي هي قبائل الصور ما وحدك الدولة كينيا هل قاس كلنا وحكي دي وادي اومو حدك الدولة السودان كوفري المنطقة المرتفعة تحتنا هاي منطقة كبش اللي بيعيش فيها قبائل السورما أو زي ما بيحبوا الناس ينادوهم سوري بأقصى جنوب غرب أثيوبيا خلف الجبال هذه دولة كينيا على اليمين خلف الجبال اللي على اليمين دولة جنوب السودان هذا الضوء حدا ينفق لعبنا How are you doing? He's the chief. Hi. So he's the chief. He's a brother of the chief, as you told me. Yeah. So he will lead us to the village, right? Okay. Let's go. وحن هذا سوق قاعدنا نبي كسور ما سدي لي سلام يا رب سدي لي سكور رم سدي لي جلي يا كلي سكور رم we can sit here ها well let's sit here هل كان مرت هاد شو توه حلو بيبي يا كرسي كسور ما كرسي كسور ما وكده وين يا كراسة كله وكرسي قديم وقالي هذا كرسي السورما. Very good. بما اني في اكثر المناطق معزوله في العالم وعند قبائل السورما اللي قليل من الناس بيعرفوا عنهم فرصه اني اسالهم ضد السورما وحيد ضد ضيوفك لك قد وين؟ I want you to ask the chief. فرورتا اي تشيحان كاس بكردان روبو قبل لا فرورتا مركز تشيحضو I want you to tell me about سورما. حول بظن يلا قبائل السورما موطنها الأصلي بالأساس إجوا من منطقة اسمها ترماتد على الحدود مع دولة جنوب السودان بسبب الحروب مع القبائل الأخرى ظلهم يزحفوا إلى أنهم وصلوا بالمنطقة هذه من مئات السنين اللي هي منطقة وادي أومو العيون قبيل كسورما هو قبيل قد وفعوين لا يتجاوز عددهم 30 ألف نسمة أصلا هنو يحكي سوى شي ده ديق أنا هنو يعني السورما is what daily the main food for them that's all is traditional and they are healthy with this one na igegando no ambo e igya chalinga ya maxay tahay cunada ay ma allah cunna bi'jinuha zay la bi'jinuha wash bi wahed bil yom intadan asasi wa qallid bitla'u ma al khasna marka waxa u soo in caafimaadku aad u naxsiye caafimaadku boqolkiiba boqol ina talat wajbat u untada qabil ka surma ay jicli waxa way wa qallid ya ana just one time a day qallid ayala hadqa na gandan khas
I'm very interesting to go around and take a look on the village to see the way how they are living, how they build them huts and all these stuff. أنو بوحنا أدرى إن أنا سو أركو حريرة تقول هذا. سأنو أركو غاب كايو بستان غريه يسود جيه. أكواخ الصورمة أكواخ تقليدية بدائية بسيطة جدا من أعواد الأشجار بشكل دائري بحطوها. متلها صور بوا متلها أبكي هراء أو متلها قديمة. عشان موسم الأمطار. هلا من الداخل سقف كسرع وصيال قدر رمى في الحيوان وصل وشبي صوت حلوق تلقى الحليله روكين بي وصل صدر ايران بلوق تلقى يعني زي عمليه تكييف الكوخ تبع ده واحد داير لو قد دقيقه دقيقه خلاص وحتى بس بدك تمشي بنفق حتى توصل لبرا يعني معتم قلت لها السورمه ما لها ضاقه حتى ما لها الباب نفسه اي وانت تو تيل مي وير دي سليب هنا عندك ممكن هاي تاري حقي هل كان يكسح ذا نبيكي؟ أنا كو إيرو جنكم أبا يعرف يعني هل كان يكسح ذا؟ إيرو أبي بيوك مدو ما حاس يقل بلا يرنا هل كان يكسح ذا؟ And this is the kitchen ما تقول كرق شيثان هل كان يكسح ذا؟ يتزوج أي عدد من النساء بالدنيا طالما عنده أبقاء أنا بدي أعطي لها طب هو علي كسمين يتزوج واحد جديد بده يبني لها كوخ بجانب الكوخ تبعه ها ننك الصورمة وشغلة تانية حتى الكوخ تبعه لما يصير 15 لما انت مش انا واضح مش انا نود هو ده اساس يا عالم الابن الكبير عشان يسوش فيه وبيبني بيت جديد سهي هي ماست هاف ا مره حاسس بدن يا يا فوقما اسبانيا ولا بليس ولا لا يا ذا اولد هاوس فور ناني سورجي انا قبي قبي كسور ما ارنت اس واحد بكم هاي صوت وحنا حسن نقول بلالنا واسعه نمون في مثال كنا ممكن مثال كنا تاسو ارنوا هذا ينسيب ذا حقيقة دي وحي لحد جيني مال طبيعية أو مغال فرحة They don't eat too much meat. So why they keep all this meat? فبسأله لل لكن سرعه قبيله الصوره لو دمر كده ما هل مالك عادي انه لما يموت الحيوان وايو حيمسين هل مالك كده نفسه نقطه بيعتقدوا انه ممكن ترجع الروح مره ثانيه تدب في الحيوان ويقوم يعيش طبعا ما حيعيش بعد ما يموت ياخذوها بيقطعوها بوزعوها وبياكلوها سيدتي هو هو بالشدة قيد حوينك وليه حوينك حوينك ووايلك سكورهم جل إيه بضع أي شيء ده يعني كنت كل أي رياض صورة أي سمينة مرت أي برت شو جا وحاي كم سهل كني هل كشقة ضوء بدن أي كقبطان جل إيه لكن الله يعرف بدن وحاي تهاي وحاي ذيك سنة أقرب قديمة ووهرة لا ذيك سنة تري مدل لقيت شو جو شكون وصلكم أكثر شيء ممكن يشوفه الواحد اللي هي النساء عم تطحن بالدرة لأنه هذا كل يوم بدهم يعملوا لأنه كل يوم بدهم يأكلوا ذرة ويقعد قعدت هذا على هالشيء حنون طريقة بدائية هو مش غريب قبل دمرك قعدت هذا السواد من الداخل وقبل دمرك قلت لك قلت لك مشاهدة ده أوه كلام في ريب وفي عنتها هلا في مقاييس الجمال أو مقاييس الأنوثة إنه المرأة لازم تكون إيديها ناعمة في مقاييس الصور قبل ده أصلا قلت لك قبيش الصور مش الزوج المناسب لأنه هذه ما بتقدر تشتغل مظبوط أو تقوم بالواجبات اليومية اللي عليها وهي من أهم الواجبات وفي عن طريق مركز ربطينا ده هذو حد هاي الساعة عشالي Good means Achali. This is Achali, yeah? Achali.
kila achali. Anga dani kumunyono anga. And this one achali also. ما وينك وياي الكلام بقى شيء شد عبء ها يقوم بعبء صوته يقوم حوله ما قبته شيء شد يقوم بعبء حقا وحقا قلت ربي هل كان صار البيل ضغط وطبقة يقوم بس كسمة تين بتشابين كلا حاول تشابين This is the same way of argila. Like a shisha. Yeah, exactly. And in the top, just little fire. This is local tobacco. Local tobacco. Let's try now. Yeah. وحالات قرني قولي قال اسمعك. Adi Advat Masati, subscribe, like, share, comment. So, what? Test, yeah? Yeah. It's good. They like it, huh? sida aadar xiseen ri aya dhagax ugu gowracaya sababtoo ah waxay diidayaan inay dhig marka dhigeedu u baahdo annaka ay nagu safayaan waxay waxaan arki doonaa sayu maqaasiib doonaa sayu shirtir doonaa iyo talaabada xigi doota tan waxay aaminsan yihiin inay jiraan libaax ku dhex jira caloosha xayawaanada bacad ma atal ma ilaahay طبعا في سبب لشخص على أساس ما يطلع الدم ويستغلوا الدم بالشرب لكن عادها يعني على شرف يقتلوها على أساس يطبخوا ليها كضيف جاي عندهم حلق بعد ما يذبحوها حلق ما يسوق قالين بالشعب البيض عبرت السوق قاسيسا المصاريين بتحكي المستقبل ما تشتكوا واحدين فاسن يسوقوا تمضي وكيف رح يطلعوا المستقبل ما تشتكوا اشياء انا وتمضي الصور ما بيعتقدوا انه الههم موجود في معدة الحيوان كل يجي قاس كسم يستيقوا بلاد انه هلا انا ما فهمت بالاول ايش يعني انه المعده هي الاله فحاولت اني افهم منهم اللي قدرت اوصل له من خلال مناقشتي معهم يعني مش زي انه بعبدوا او بقدموا قرابين ما عندهم لا تقديم قرابين ولا عندهم ادعيه ولا عندهم اي شيء خلص هم بيعتقدوا انه الاله توما بتمثل في معده الحيوان ومن خلاله بيدلهم ايش يعملوا او شو اللي صار معهم او شو راح يصير معهم في المستقبل Thank you. هلا أنا بفهم شغلي إنه الماعز هذا لما قتلوه على شرفي عشان أنا أكل منه. يعني هم شعب الصور مش متعود انه ياكل لحمه ياكلها بالمناسبات وهي مناسبه فرصه انه ياكل لحمه بس انا لما ذبحوها ولما فضلا داود سبسكرايب صار لايك صار